السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سنة جديدة، سنة سعيدة علينا وعلى الجميع يا رب في كل مكان، ويا رب سنة 2022 تكون أفضل من سنين كتير قد مضت، ويا رب كل اللي نفسه في حاجة يحققها في السنة الجميلة دي. النهاردة إن شاء الله نعمل معاكم مشروب جميل قوي قوي، إزاي إن أنت تنقص وزنك بطريقة بسيطة بطريقة حلوة. بس قبل ما نعمل فيديو النهاردة، لأن في عناصر ممكن تكون مؤذية لبعض الأشخاص لازم ننوه عليها في أول الفيديو قبل ما نبتدي أي حاجة. بالنسبة للناس اللي عندها ارتجاع في المريء، الناس اللي عندها ألم في المعدة، الناس اللي عندها مشكلة في الجهاز الهضمي، لازم ولابد استشارة الطبيب قبل تطبيق وصفة النهاردة، لأن الحمضيات ممكن جدا تتعارض مع كل أمراض الجهاز الهضمي. اول حاجه محتاجينها النهارده، محتاجين نص ليمونه، نص ليمونه معانا، ومحتاجين كمان معلقه خل تفاح بس كده، ومحتاجين ميه سخنه تتغلى وتسيبها تبقى دافيه، يعني لازم تكون مغليه في الاول. ناخد كوبايتنا الجميله دي، هنقسم بس الليمونه عشان ايه ما قسمناهاش قبل بداية الحلقة. بسم الله، ما هنحط نص الليمونة كده نغطيها لتاني يوم عادي. اول حاجة كوباية عليها نص ليمونة، نص ليمونة وسط مش كبيرة، تمام كده. هنضيف عليها معلقة صغيرة جدا من خل التفاح، نغطي معلقة بس كده، نقلبه، يتشرب طبعا وهي دافية. الناس اللي عندها مشكلة تاني، المريء، ارتجاع المريء، المعدة، الجهاز الهضمي، مشكلة لازم تستشيري طبيبك. ما عندكش اي مشكلة مع الحمضيات بشكل عام، توكل على الله وخد الوصفة. طريقة استخدام الوصفة، اولا عشان تاخدي كوباية زي دي ما توهميش نفسك انك هتاخديها وهتنزلي كل الجرامات الموجودة او كل الدهنيات او كل الوزن الزائد الموجود عندك، لا، لازم انك تمشي على نظام معين. بمعنى هتاخدي الكوباية دي على الريق وقبل الفطار بنص ساعة. بالنسبه للناس اللي، خليني كده معلش هخرج عن سياق الفيديو شويه، الناس اللي بتقول لي انت ساعات بتنطقي ر صح وساعات بتنطقها، يعني عايزين يقولوها متاكله شويه او لدغه شويه. حرف الر عندي مش الدغ، ولكن هو لو جه بعد وراه حروف معينه بيطير، ما بيكونش موجود، فعشان كده بتحسوا بالفرق ما بين ان هو هيتنطق في اخر الكلمه بشكل صحيح او هيتنطق في كلمه او وراها حرف معين بشكل مش صحيح. خلينا نرجع لمرجعنا. هتاخديها وتستمر عليها طبعا 10 ايام وهتشوفي بنفسك الفرق. بشكل عام اي حاجة بتاخديها، اعشاب، اكل، مشروبات، علاجات، كله ما بتستمرش عليه مباشر كتير، هتمشي مثلا اسبوعين توقفي اسبوع وهكذا. طيب انا مع الكوباية الجميلة دي احافظ على اكلي، كل اللي انت عايزاه، ربنا عز وجل قالك كله واشربه ولا تصرفه، كل اللي نفسك فيه، بس باعتدال، ابعد عن الحاجات اللي ممكن تزود الوزن. اتبع الرياضة، ابسط انواع الرياضات هي رياضة المشي، امشي كل يوم ساعة، نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، يعني معدل حرقك يكون ساعة. لو بتطلع السلم وبتنزلي كويس كمان، كلي اكل صحي وان شاء الله بتنقصي وزنك بكل سهولة. فيديو بسيط وسهل، وان شاء الله الكوباية الجميلة دي تعمل معاكم مفعول شديد جدا، واللي هيتابعها يسيب لي ده في الكومنتات. متابعين الكرام، يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو بيعجبكم وصفتنا بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.